مرحبا بكم من جديد في 50-50. حنا نرحب بالشاعر عادل الجبراني. مرحبا. الجائزة الأولى في المهرجان الوطني للشعر الغنائي، قبل كل شيء مبروك هذه الجائزة، ونشط برشا على صفحات الفيسبوك وقصائدك قاعدة تدور. حضرت يذور لي قصيدة بمناسبة الكارثة الكبيرة اللي صارت السبت اللي فات. تفضل سي عادل. دوا مر لازم تبع مفروض، يا وطن كيف اشتد بك المرض، ما هو الدول اللي عندنا مرفوض من الناس اللي باعوك طول عرض، مرفوض من الحكام اللي ظلمونا والاحزاب اللي تقلبوا علينا جهار، ومرفوض من النخب اللي حقرونا ونسوا باللي جدودنا ثوار، وفي قلوبنا تنبض دماء سخونة لو غدرت يقدح لهي بالنار، وتبقى الحكاية كاملة مرهونة. ففهمتكم واش يفهموا الأحرار كي يشوف ولده يموت في كردونة، إذا منع منها يموت في البحار، ويشوف أخته تموت في كميونة ومخلية وراها ثلاثة صغار. في بالكم مع الثورة ندمتونا بالظلم بالفوضى وغلاء الأسعار، بالعكس شوفوا قلوبنا تلقونا ثوار، نبنوا من العدم أفكار لأجيال في بوزيد والمزونة، وفي كل أرض الوطن دار بدار، نحمي الوطن بالرغم محميتونا، ولولانا ما عرفتوه الاستقرار، احنا اللي زرعنا القمح والزيتونة ومنا، احنا اللي زرعنا القمح والزيتونة ومنا يجيكم كل ما هو ثمار، مدين ليكم تمر في عرجونة، بيدين جارحة حطب وغبار، ولنهار بنجازات فرحتونا اليوم نفرحوا كي نخلطوا عالكار، لنهار بنجازات فرحتونا اليوم نفرحوا كي نخلطوا عالكار، احنا فاهمين الطرح كيف تجونا بالطبل والبندير والزكار، تقولونا لو كان تنتخبونا تعيشوا معانا ملوك فوق الأرض، تشدوا الكراسي سنين وتهينونا وما تعرفوا تصونوا الشرف والعرض، دوا مر لازم تبلع مفروض، يا وطن كيف اشتد بك المرض، نفس الدواء داووك عندك مدة ونفس الوجيعة كل يوم تزيد، نيلة وجعني فقر فايت حدة، ولا جوع لا تشحتيف لا تمرميد، حتى السجون بصبرها تتعدى، والله يفعل في البشر ما يريد، ولا هو وجعني حلمنا اللي هدى، مسؤول ما عنده نظافة ليد، ولا الكذب من نخبة جيوب الردة اللي استأنسوا من قبل بالتهويد، ولا صوت ناخب باعنا بمودة بشوي زيت وحفنتين سميد، لكن وجعني دين واقف ضد من يدعي الإسلام والتوحيد، اللي نقول هذا زعيمنا المفدى وصنديد بن صنديد بن صنديد، كل المواقف تكشفه وترده، علوش متقمص عمامة تسيد، واكبر وجيعة عاملت لي غدة وياسر غصايص موجعة وتكيد، استقلالنا المكتوب في مسودة وفي داخل استعمار ثاني جديد، استعمار واللي ينهبى ما يرد، يبيع الدواء وهو سبب المرض، في وجوهنا باب الأمل يسد ومن بعد يتمزى علينا بقرض، دوا مر لازم تبلع مفروض، يا وطن كيف اشتد بيك المرض، ما هو الدول اللي عندنا مرفوض من الناس اللي باعوك طول وعرض. يعطيك الصحة عادل، نلقاك في آخر الحصة في الانتظار. فتحي، هذا اللي حكيت عليه اليوم من الصباح، صورة وزير الداخلية وهو يغادر بالكورتاج نتاعو قدام كماين فيها أيضا تساوي رجال كانوا يخدموا. تفضل. نفس الشيء اللي كان يحكي فيه موكب وزير الداخلية مروح لنفس الظاهرة، شوف شوف الكاميون اللي عرضوا، هذا الكاميون معبي بالعباد بنفس التراكتور معبي بالعباد بنفس الطريقه، شوفوا في الاثناء الكهرباء هذه كيفاش مروحه كيف كيف، نفس الشيء، وموكب الوزير والامن كل موجود نفس الشيء، بجنب حرس المرور، بجنب كهرباء حرس المرور متعدي، كل شيء متعدي كيف ما هو عادي، هذوكم هم نفسه اللي ماتوا اليوم نفسهم نساء عاملات. الوزير مشى لدوله شقيقه، اش مدخله في واحد؟ والله برافو عليك. مشى لدوله شقيقه عمل زياره. والله برافو عليك. والله يرجعك بالحق، رامي خموا هكيك يا معز، مانيش قادر نعم في الشعب ويخموا بالحق هكيك، خم شي لدولة شقيق، دولة أخرى بلاد أخرى ما يعرف يخزر هكي ويهد تصور مشي روح على روح. علاش فتحي قلت عليها هذه صورة نهاية الحكومة؟ صورة؟ نهاية الحكومة
فعلا في حصة الرفماق السباح وقت اللي شفت الصور لذي قلت أول حاجة نحكي عليها هذه، لأنه الصدمة كانت قوية برشا. صدمة لعديد الأسباب، واش تعمل في مجلس وزراء وقدامك الدنيا بكل، واش تعمل في بروتوكولات وكرة الشروط وانت تعاين كدولة كسلطة كوزير داخلية كأمن الكمين اللي مشيت تعزي في الناس اللي ماتوا من أجلهم وعلى خاطرهم، هم متعدين قدامك. الأمن كيراه ما يوقفهمش، سيد وزير الداخلية مع احترامي ليه نجم نقوله أنه بالار كرابته فيمي، لكن ننسى اللي هو كان يعزي في بشر مشاهم فيمي. الصورة هذه تبكي بالنسبة لي أنا، سقوط الحكومة. أنت من بعد تعمل مجالس وتعبي باش تحل المشكلة، والمشكلة هي قدامك وقتها تهبط وتقف تقول شنو هذا خي وصلنا لها الحد، والأمن يتفرج كمين 20 40 50. شو دخلهم هذوك تعليمات؟ هما هذوك يحرسوا في الوزير، حتى اللي وراه سيد في الوزير يحرسوا في الوزير، ما يكلموش سيد الوزير. قلت صورة، كنت نتمنى صورة تدخل للتاريخ، وأنه أكلم ساكن 30 35 في التراكتور يا بط سيد الوزير داخلين. لا سيد الوزير متعدي والكورتاج يغفر كله، يصفقوا عليه يصفقوا عليهم، تفضلوا يا سيدي جيتوا عزيتوا وروحتوا، هانا راجعين للجحيم، وبئس لكم بتبيع الكهرباء كليماتيزي ما يعرف شنو معناها. الناس الحرقه والنار، الحرقه والنار. ترى هذاك انا مجلس وزراء باش تحل مشكله كيما هذه وهي قدامك امام عينيك سيد الوزير. البلار فيومي، اما مع الاسف برشا مواطنين توانسه شيء وان فيمي. يا فتح يا فتح يا فتح دقيقة، أنت مكش فيه والله العظيم لك فيه إن شاء الله. فسر لك طرش، قال هو قال استدام عربتي، هو مشي لي حادث مرور، حاجة حادث مرور وروح. هو قال مش أنا قلت، قال استدام عربتي. به خلينا نزيدك معلومة وأني سيدة وزيرة المرأة خرجت قالت الدولة ماهيش مسؤولة، كلهم قالوا مش مسؤول. علاش؟ لا لا السيدة وزيرة المرأة وش قالت أيضا؟ قالت الشوفير هو المسؤول ويجب نحاكموه. في أي بلاد في العالم الموتى على رؤوسنا في تونس؟ ما في بلاش، أي ما في بلاش بطبيعة الحال، ما في بلاش. وين الناس اللي مش تعلمها؟ هذيك المصيبة، البلاد الوحيدة في العالم سي عبيد اللي الموتى ينتخبوا ويتبروا ويتحاكموا، ثلاثة حاجات مع بعض. عمرهم ما انتخبوا الموتى راهو متر، جميع صارت انتخبوا الموتى. هذيك حكاية تلعب بها المرزوقي باش سوا ديزون خسر الانتخابات. لا حتى كانت ربما قبل فما لا لا كانت قبل، كانت قبل. انت صغير، انت صغير هيثم تعرف وقت بن علي كانت الموتى تنتخب. لا لا وقت بن علي مش وقت بن علي برا، هاكا يعرف سي عبيد، هاكا يعرف سي عبيد حذاك. كانت التريولوجية هي الميت في تونس ينتخب ويتبرع ويتحاكم وياخذ شهريه، راهو ساعات ياخذ شهريه زاد. لا اي هذيك ياخذ شهريه، ياخذ شهريه صحيح، ياخذ شهريه، ياخذ شهريه. فما 47,000 في تقرير دائره المحاسبات موتى والفلوس تدور في القبورات، ما تعرفش كيفاش. ما نحبش نضحك على حاجه والله، حتى انا ما نحبش نضحك والله يا معز. حاجه كناك ما تضحكش، اسمع كثر الهم يضحك في البلاد هذيا مع الاسف. بعد اسمح لي، بعد اللي من المظاهرة، أنت شفت المسيرة البارحة نتاع سيدي بوزيد؟ أنا بس عديوه، أنا بس عديوه. لا لا حبيت أقول حاجة، معناها اللي تقول فيه صحيح، حكاية الانهيار كيفاش يبدأ هو من ممارسات كيما هيك، هكا ترفعته وشعار الشعب يريد إسقاط النظام، الشعار اللي ترفعه قبل وردوه أنا جاي برشا. نتيجة إيش؟ أنا بس عديوه نتيجة هذه، هذه الأولى. الثانية تذكرها، تعرف هيك الحكاية بتاع جماعة مشاو يشكيوا الأمير من الأمراء قبل، رانا بينا وعلينا وبينا وعلينا وبينا، والناس تقول العامة على دين ملكها، التكة هو التالي وقالهم كما تكونون يولى عليكم. مشكلتنا نحن كما نكون يولى عليكم.
هاي سي محمود باش نتعدى هاي. والله حقق الحق ان التصويره هذيا توجع توجع ولا حاجه اخرى. انا حبيت تصوير اخرى، انت حكيت على تصوير اخرى، انا حبيت تكون تمنى وزير الداخليه يقف وكان حاجه اخرى مش يقفك هو ويوعي، خاطر عليه تخرج تصويره تصلح للناس الاخرين اللي فما حاجه تبدلت. انا هذا كنت نتمنى. هذا هو الكلمه الاخرى اللي مش تفضل سيدي باش نقول حاجه. تفضل سيدي. انا مش موافق معكم جمله على الحكايه هذه. علاه؟ تعرف علاش ولا؟ علاه؟ على خاطر معناها هو ساعه من غير الطبيعي انه الوزير والامن سورتو الامن مش الوزير يتعداوا يشوفوا مظهر كيف هكاك ويسكتوا. اما ريت كان وقفوه هذاك باش نقولوا راهو فيلم وعلى العينين كهو راهو باش يرجعوا من غدوه يتحركوا. لا لا حتى حد ما يقول فيلم. لا لا هذوكم ريت كان يمنعوهم التراكتورات هذوكم كومبليتمون. شنو نفس الشيء نفس الشيء قلت لك منعوا حكينا فيه نهار اثنين. احنا قلنا مش باش ينجموا يمنعوهم. خاطر جوستومون حكينا ماهوش باش أنا مع سي فتحي في حاجة وهو مش في أنه هذه هي صورة سقوط الحكومة، هذه هي صورة حدود الدولة أو عجز الدولة، هذه من المظاهر السيئة اللي الدولة عاجزة إلى حد بتاتر بالإجراءات هذه بتاتر تحسن حتى نتابعوا نشوف، أما هذه تصويرة تبرن على عجز الدولة قدام المظاهر هذه. هاو صار في سيدي بوزيد نار الإضراب العام. الحكومة هذا مش عاملة أي رمزية، احنا ابناء تونس، احنا حرار تونس. احنا باش نعطوهم فرصتهم الاخيره. كان معناها جوله ثنيه ام كانش كيما طيحنا بوعد بن علي قادرين نطيحوا الحكومه الموجوده تو. ترى شي احنا في مرحله خطيره والسياسيين مش فاهمينها. بفرصه سؤال مباشر اجابه مباشره. نعطيك من الاخر وجواب مباشر. القطيعة هذه فما حالة قطيعة، فما حالة طلاق بين الشارع التونسي ونبض الشارع التونسي وهموم الشارع التونسي والنخب السياسية. كيف نقول نخب سياسية؟ حكومة ومعارضة. جو رجوان خويا هيثم، المعارضة مش دورها رمي الحجر برك، مش دورها تقول ديما لا. المعارضة العصرية في العالم الكل مش بدعة تونسية، هي قوة اقتراح، هي قوة بناء. تو نسمع أحزاب عندها مراكز دراسات ومخابر وبرامج. يا خويا أعطيني هذه تو بسيدي بوزيد، أعطيني أي واحد. وكنت أنتم في الحكومة، ما نحبش نقصد الناس عبيد، كنتوا في الحكومة أنتم، وفما حزب يحكم الوحيد اللي يحكم من 2011 توا بدون انقطاع، حركة النهضة. إيش عطاها؟ مرة واحد في بلاتو قلت له يعيش قيادة كبير، أعطيني إنجاز واحد تو نعلق لك وساب. إنجاز واحد من 2011 لتو. قال لي الحرية، قل الحرية ذيك جبتها الدم تاع توانسة، ما جبتوهاش أنتوما. جبتها الدم تاع الثورة التونسية، هذه حاجة نقطة. الصرخة هذه صرخة شرعية نجاوب معاها. ناس تكلتت. الحمد لله بطريقة سلمية، هاو التحذر بتاع التونسي. هاو التحذر بتاع تونس وشفناها في الاضرابات العامه نتاع الوظيفه العموميه نتاع التعليم. فما التحذر مش كيما الاضراب العام نتاع 78 اللي انتهى بحمام دم في تونس قبل. ازمه ثقه كبيره راهي، وذي مخطره خويا معز، مخطره للديمقراطيه. المكسب الوحيد اللي قعد امارا والمكسب هذايا مهدد. وكيما قالوا لو خيان الديمقراطية تمشي بزوز ساقين صحيح بطول جايعة الجيعان تقول له هاو بلاتو افطر بيه وتعشى بيه في حرية تعبير. ساعة البلاتو هذاك يزمو ضوء ويزمو تلفزة ولا يزمو انترنت. واضح. شوف شوف يزينا نفاق. كنا مسؤولين على الأوضاع هذه كما قلت لك حكما ومعارضة. باهي باش نسمع سي محمود. سي محمود الصور اللي كنت تشوف فيهم من سيدي بوزيد تشبه كثيرا صور ديسمبر 2010
هم قاعدين يتعداو. معز اللي شفناه تشبه كثيرا معز نفس الشعار. خلينا نكمل لك باش تعطيني اجابه. نفس الشعار حسب رايك شنو يلزم؟ ما خلينا نحكيو ماك جاي هنا تحيه تونس، كيفاش تشوف اليوم المرحله القادمه؟ شنو المطالب من الناس اللي في السلطه والناس اللي في المعارضه باش انه هذه الديمقراطيه نجمو نخسروها؟ لانه كما جيعان كما قلت انت ما عنده ما يعمل بها، ونجم تدخل البلاد في مرحله ربما اخطر بياسر من اللي صار في ديسمبر وجانفي خاطر جات باللطف. صحيح. بالمقارنه مع الدول الاخرى. تفضل سي محمود. بالنسبه اللي شفناه مع الوضع مهما كان صعيب هذا صور 2010 قاعدين نشوفوا في الحاجه في تيما ولا مظاهره وريتها في الفيتير، مش راهو في وجيعه مش مظاهره، الناس تحكي لك على وجيعتها والمسؤول يزم يحس بوجيعه الناس، خاطر فما حاجه اخرى مهمه، الناس هذوما لا خرجت لا خربت لا عملت مظاهرات في الليل، خرجت في النهار وترفع لك في شعارات مش سياسيه، وجيعه، خاطر ما يلزمش نسلموا، 8 سنين ما نسلموش، مازلنا نجموا نبدلوا هالبلاد هذايا وحاجه اخرى، الشعب هذا راهو قادر يخلق من ضعف قوه راهو، مش هذه المحن، تعدى بكثير من المحن، ما نسلموش، امشيوا بربي حاجه برك نخدم بها، قايدوا، امشيوا انتخبوا اللي تحبوا. أما ساهموا في بناء هالوطن هذا ما نسلموش. تفضل سي تفضل سي عبيد. قال له تعرف التاريخ يعيد نفسه ولا يعيد نفسه الا في شكل مهزله. المشهد اللي تشوف فيه تو ما قلت باش تعدي 2010 عديت هاو نعاود لك. يا باهي خلينا نقول لك نفس الصوره. نفس المشهد بالضبط ونفس الصوره. ليش؟ لانه فما حاجتين يمكن فارق بين 2011 وتو شنو هو؟ الدوله في عهد بن علي كانت اقوى من تو وهذا الاخطر. نحن نعيش مرحلة وهن الدولة قدام دولة ضعيفة ما هيش قادرة باش تحوط حتى شيء، وهذا اللي يخلي الإمكانية التخوف اللي تحكي عليه صحيح. زيد لهذو مش فما هاي نصردوه مش كل الغضابة في البلاد. الوزراء غضبانين المعطلين على العمل نهار كامل هما شادين ويتظاهروا. المتقاعدين هكا تشوفوهم البارح اش عملوا السادة الجامعيين. الفلاح هكا النهار شوفوا اش عملوا السادة الجامعيين. السادة الجامعيين شفتوهم اش عملوا. اصحاب المؤسسات هكا يخرجوا في البيانات يقولوا هلكتونا بالضرائب. المكونات نتاع الحكومه غضابه وسط غادي. شكون راضي في هالبلاد؟ هذا الاخطر وين؟ دونك المشكله كبيره راهو ماهيش صغيره بالفعل. وقت اللي ترفع الشعار هذا انا نقول تو كفار. وين ماشيين بالضبط؟ ها نقول لك وين ماشيين. 2020 اش باش يصير فيها وتتبعوا؟ باش تولي تونس ترجع الديون راه في 2020. قبل كانت الدين باش ترجع الدين وفايض الدين في 2020 ما عاد يسلفك حد عاش كريديبل. وين ماشيه تونس؟ مش تهويل. باهي كي نقولوا تونس باش تمنع اخويا ونمنعها باش نمنعها ما تمنع تنجم تمنعها الا ما تسلم بانه بلادنا تعيش ازمتين. الاولى ازمه ظرفيه هات مع بعضنا نمنعها ونبدو من فوق وجاي اللوطه، والثانيه ازمه هيكليه هات نعملوا الاصلاحات الجوهريه ونتفاهموا فيها شنو هي. واضح. عملنا لنا مجلس حوار وطني ولا بلا باش نسالك. شكون؟ عملنا في تونس مجلس حوار وطني. عملنا الحوار الاجتماعي. الاجتماعي اي. ما عملناه. تو وقت اش باش يلعب دوره كي ما لعبوش تو؟ ما اجتمعش تو. اجتمع صاحبي. يا ودي اجتمع في الدوره الاولى في الانتخابات. انا حضر له ماني حضرت كضيف لاني كنت نقابي وكنت وزير وترى. هذا دوره لين يدخل على الخط ويبدا قبل ما تتعقد الامور. وينو؟ فما مسألة أخرى أي. ما نغيبوهاش قدمين على الانتخابات هالمسائل ننظروا فيها والمسألة الأمنية اللي نحكيو عليها وحكي عليها بكري معتها بالمليح راهو فما قنبلة موقوتة حذانا. رئيس الدولة وعد باش يفضها والمندا قريب باش توفى وكانت نقطة من نقاط برنامجه ورئيس الحكم ليبيا اش دخل ليبيا هي الاغتيالات السياسية نقطة رئيسية في المسألة الأمنية بالشوية والجهاز السري وعندك رئيس حكومه يحكم في وزاره العدل كان تحبوا تنقيوا المناخ ونقدموا قدامه ونقولوا انا عرفنا شكون اللي يحب يصفي بالدم خلينا نشوفوا نعرفوا شكون وشكون اللي يمن بالصراع السلمي هذا يساعدنا على عملنا انتخابات كان وصلنا لها ناجحه جدا. كلمه برك اي كلمه 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 فقط كنت اسمع خليك تعقيب الظريف حبيت كانوا يعرف تعقيب خاطر وزير رئيس الجمهوريه لا نتصور تعرف حسب معرفتي المتواضعه تعرف رئيس الجمهوريه جمع مجلس الامن القومي وقال انه مجلس الامن القومي باش يتبع حكايه الجهاز السري ويشوف شنو هو اللي فيه وكتاب كبير
تذكرش وقتاش صار الاجتماع؟ عندها مدة عندها وقت اللي بدينا احنا اول مارس. لا وقت اللي صار ما نحبش نقول اول مارس الكتاب وقت اللي بدات الخلافات بين الرئاستين. حاسين تو انت بالله تو انت من وقتها يا سي هيثم حتى انت تو مجلس الامن القومي هذا شنو تو انت كي تعرف السؤال كي تعرف الجواب علاش تسال بالله؟ ما تعرفش اللي هي في اطار عركه مع يوسف الشاهد لما ذاك الجهاز السري وراني انت حليفك حركه النهضه راني باش نحرج معاك هذه ما سيارة. فهمتهاش انت لا مخاطر الرئيس يلعب في اللعب السياسي رانا رينا مشاهد رانا رينا حكايات هكا باش طيح قدر مجلس الامن القومي معز ماهوش فدليك راهو دقيقه نفسر لك حاجه ماهوش فدليك نجم نفسر لك حاجه اكبر منك يا سي فتحي يا سي فتحي عمرك شريت في العالم مجلس امن قومي يجتمع للامور الأمن القومي ولا بس يمنا في الكتاب لا بس نحكي لك في نهار الكتاب نهار الكتاب تعرف كيفاش بدال مجلس الأمن القومي ولا سي رئيس الدولة في إطار عركته مع رئيس الحكومة ينبس في رئيس الحكومة صحيح يقول له في بالنا باش نعملوه الاثنين اللي فات احنا مجلس الأمن القومي هذايا راك ما جيتش ها تعرف وقتها في السارية وقت الرضع راهو صحيح وقتها الرضع تعرف يجاوبوا رئيس الحكومة قال له علمت قال له علمتني مخر معناها لا رئيس الجمهورية وقته باش يحكي على الموضوع هذا مجلس الأمن القومي ورضع ميتين ولا رئيس الحكومة اللي كي عيطوا له في مجلس أمن قومي مخر ما يمشيش أنا رئيس حكومة عيط لي 7 متاع الصباح ولو إني عمري هيثم اللي مشوني رئيس حكومة يقول لي اجتماع 7:15 مجلس الأمن القومي نمشي مش نقول له بعث لي لصداع مخر هذه هيثم الحكاية فهمتها تو ما فهمتهاش فهمت كمل له قال له تو المره الجايه انا ببعث لك استدعاء قبل بشهر اي واضح هذا هو فاش ليه هذا الامن القومي هذا في كلمه وانهي معناها غضب عار تبقى معز قالوا كلمه حلوه وانت عودتها فرصه فرصتكم الاخيره من حسن حظ الطبقه السياسيه لان ما نحكيش حكومه وانا جاه السرسي جاه السرسي من عند طبيعه الكالندري نتاع العام جاه شهر سيدي رمضان وجاه الصيف عندها سرسي متاع 4 أشهر راهو مش من مصلحة المعارضة تسقط الحكومة وتخرج ناس للشارع لأنه المعارضة غدوة كانت تحب هي تشد الحكم باش تبقى البلاد كما قلت توا 2020 مهلهلة من مصلحة السلطة والمعارضة البلاد تقعد واقفة على ساقيها الشعب أعطاكم سرسي ب4 أشهر إن شاء الله في ال4 أشهر كالنقاط أعطاهم نقول لك حاجة سي فتحي راهو رمضان فرصة باهية باش الأمور تهدر على خاطر باش نعطيك الاحتجاجات صارت في الاسابيع الاخيره برك لان الحكايه ماشي في سيدي بوزيد برك تفرج معي موجة احتجاجات كبيرة انطلقت منذ مدة في البلاد احتجاجات طالت أغلب القطاعات والمجالات وانتشرت في جل الولايات اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين إجابة كان نظم عدد من الوقفات الاحتجاجية وأعلن فيما بعد على الدخول في اعتصام بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي خطوة تصعيدية قام عدد من المنتمين لاتحاد إجابة بالدخول لمجلس النواب والاحتجاج مما أدى لقطع كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورفع الجلسة اعتصام الكامور اللي كنا شفناه في 2017 واللي تم رفعه بعد توقيع اتفاق مع الحكومة يرجع من جديد بعد ما اعتبروا المعتصمين انه الحكومة تنكرت للاتفاق الممضى سابقا هذا راه الكامور 2 والرخلة وعودة الاعتصامات يا شاهد ويا باجي ويا الحكومة كلكم الهم تطاوي ما تحكيليش على الزيت والعظام اللي بتوفرهم لي سي شاهد في سيدي رمضان ما حاجتناش بيهم منين عدنا حق الزيت والعظام احنا بناخذوه الاعتصام مازال قايم لليوم بعد مرور اكثر من اسبوع على انطلاقه وكان اسبوع ساخن بامتياز في الكامور لسنا بارهابيين رانا ذريه البلاد هذه ورانا نخافوا على البلاد هذه ورانا نطلبوا في حق البلاد هذه فلذا احترمونا زي ما تحترموا في المسؤولين الرخله والى الامام احتجاجات أخرى في سيدي بوعلي قام بها عدد من المواطنين وعمال مصنع الحليب في الجهة على تأخر تفعيل الاتفاقية الممضاة في تونس مع ممثلي الحكومة حول إعادة نشاط المصنع الاحتجاجات هذه عرفت مناوشات مع الأمن وتدخل بالغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ووصلت حتى البعض الاعتقالات قفصة
وفي الفترة الأخيرة عرفت كذلك عدد من الاحتجاجات مثل المسيرة اللي اتجهت نحو الولاية للتنديد بالتهميش، خاصة بعد وفاة الشاب منذر إسماعيل وعلى إثر خطف أحد أبناء منطقة بوعمران من ولاية قفصة وانتشار خبر إنه مجموعة إرهابية قامت بذبحه. خرج عدد من الأهالي للاحتجاج على عدم تمكن الوحدات الأمنية من العثور عليه. في ريانا وبعد وفاة واحد من المهربين نتيجة طلق ناري من قبل أعوان الديوانة، عدد من شباب الجهة يخرج للاحتجاج على الحادثة هذه. تحركات شهدت ارتفاع المنسوب العنف وخاصة بعد استهداف بعض سيارات أعوان الديوانة بالحجارة وغلق الطريق. أمام مقر مدينة الثقافة بالعاصمة، عدد من النساء العاملات في النظافة اعتصموا على مدرج المدينة على خلفية قرار إدارة المؤسسة الاستغناء على خدمات الشركة المشغلة لهم بعد قضاء مدة طويلة في العمل، والبعض منهم كان يخدم دون عقد عمل أو أي حقوق وفق كلامهم. إذا ما عندنا معاموش دخلوا لها المدينة هي ما زالت تراب، ما راحهم إلا بعد القمة قالوا لهم وفاك لي كونت خام تاعكم. حكيت 43 مرأة، واحدة مطلقة، واحدة رجلها ميت، واحدة رجلها معاق. احتجاجات في كل مكان، شعارات مطالبة بالكرامة، بالحلول، بتفعيل اتفاقية، احتجاجات مختلفة ومتشعبة تلخص اليوم وضعية أغلب القطاعات في تونس.